الرحمه حلوه قوي، يعني ارحموا كده عشان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وده موت له حرمته وله هيبته وله، يعني ما فيش بعد الموت حاجه. ده بس اللي حاسس فيا بس. يعني عندك حق، عندك حق، لانه يعني اذا خلاص وصلنا في التطول للنقطه دي. اي لا، وصلنا خلاص. وصلنا. شيخ الأزهر يكشف كيف سيتم توزيع ورثة هشام سليم بسبب وجود ولد متحول جنسيا. أم نور هشام سليم ترد دوسان وعامل نور على أنه بنت وليس ولد. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. أم نور هشام سليم ترد دوسان وعامل نور على أنه بنت وليس ولد. كشف النقيب أشرف زكي لبرنامج إي تي بالعربية عن الحالة النفسية للفنانة يسرى بعد رحيل الفنان هشام سليم. وقال أشرف زكي: فقدت إنسان رفيع الخلق وتشرفت أننا اشتغلنا مع بعض في النقابة. وعن الحالة اليسرى النفسية أوضح أشرف زكي: بتعيش في صدمة كبيرة وكانت في الجنازة تعبانة بشكل كبير، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. وهجمت الفنانة الكبيرة شيرين المنتج محمد أبو العزمة منتج الجزء الثالث من مسلسل بيت العيلة، معبرة عن استياءها الشديد من تأخر عرضه على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة، متمنية أن يطرح في دور السينما وهي على قيد الحياة، خاصة أنها تقدم من خلاله رسالة إلى المطلقات. وقالت شيرين في تصريحات صحفية: تم الانتهاء من تصوير المسلسل ولا أعرف ماذا ينتظر المنتج محمد أبو العزمة حتى يقرر بيعه. فالمسلسل بالنسبة لي تجربة مميزة جدا، ومنذ بداية تقديم الجزء الأول كنت سعيدة ومقتنعة به جدا. وواجهنا في الجزء الثاني صعوبات بسبب مواعيد بعض الزملاء التي لم تكن متوافقة، الأمر الذي اضطرنا لتغيير بعض الفنانين المشاركين في العمل. أخو هشام سليم وزوج يسرى من حقي أورث في أخوي هشام لأنه مخلفش غير 3 بنات. كشفت الفنانة وفاء مكي عن استياءها مما حدث تجاه الفنان هشام سليم على مواقع التواصل الاجتماعي في أيام الأخيرة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج كلام الناس على شاشة فضائية MBC مصر. وقالت ميكي: عارفة عدنا نصور الراية البيضاء فترة طويلة، سافرنا مع بعض وعشنا مع بعض ما بين القاهرة والإسكندرية والأردن، وشفت أدي أخلاقه جميلة وبني آدم جميل وكويس ومن جواه في حاله، ماذاش حد كان عنده حاجة حلوة بيعملها وما عندوش بيعملهاش. وأضافت: زعلان عشان البهدل اللي في الآخرة، يعني وصلني تعليق شوية شوية هينزلوا معاه في القبر وهو بيتحاسب، وابنه مش ابنه، يا جماعة احنا في ايه ولا في ايه؟ وكنت قريبة منه وعارفة قديه هو انسان وجدع وبيعمل حاجات كتير خير وحلوة قوي من غير ما حد يشعر بيها، صعبان عليا، ربنا يرحمه. هل تم ضرب ياسمين عبد العزيز في عزاء هشام سليم من نور ابنه؟ قام الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية بالكشف خلال برنامج إي تي بالعربية على حالة يسرى النفسية بعد رحيل هشام سليم، وهي من الأشياء التي يريد معرفتها جميع محبيها، خاصة بعد انهياره أثناء تشييع جثمانه. وقال الفنان أشرف زكي: فقدت إنسان رفيع الخلق وتشرفت أننا اشتغلنا مع بعض في النقابة. أما عن حالتي الفنانة يسرى النفسية قال: بتعيش في صدمة كبيرة وكانت في الجنازة تعبانة جدا، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. وتحدث الراحل هشام سليم في أحد البرامج عن علاقته بشقيقه خالد وزوجته الفنانة يسرى، وهي أيضا كانت تحبه كثيرا وتعتبره شقيقها، وأيضا تجربته مع تقديم الكثير من البرامج ورأيه في كل مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم تقديمه عليها. وهاجم الإعلامي محمد الغيظي بعض المشايخ الذين تناولوا سيرة الفنان بطريقة سلبية بعد وفاة هشام سليم. وقد تحدث هشام سليم في حوار نادي له مع العالمية منى حسيني وبرنامجه الأشهر في التسعينات، حوار صريح جدا. سألته: إن كنت تملك جائزة مالية لمن تهديها؟ فأجاب هشام سليم: أهديها لمعهد السرطان، مرض خبيث بايخ، اللي بيمرض بيه محتاج فترة علاج طويلة والعلاج ثمنه غالي قوي، متهيالي بيبقى حاجة كويسة إن أودع الجائزة المالية في معهد السرطان. تفاصيل مريبة في تقسيم ميراث هشام سليم ورثه صالح سليم بسبب ابنه نور المتحول جنسيا. المتحولين من الذكور للإناث أثار هذا المصطلح العديد من الجدل حول معرفة رأي الشريعة الإسلامية في موضوع ميراث المتحولين، حيث تسأل الكثير من المواطنين عن موقف نور هشام سليم من الميراث، خاصة بعد الإعلان عن خبر وفاة والده الفنان هشام سليم صباح أمس الخميس. وفي هذا السياق قال الشيخ الأزهري جابر طايع مساعد وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم أنه في حالة تعرض أحد الورثة الشرعيين للمتوفي لهذه المسألة وتم تغيير كل الأوراق الرسمية من النوع الأصلي إلى المحول إليه، فيكون الحل الحاسم هو توزيع الميراث حسب ما ذكر في البطاقة والورقة الرسمية الموجود وقت وفاة المورث. وأضاف أنه يجب كل من تعرض لهذا الموقف الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية
لأخذ الرأي الشرعي مكتوبا لمباشرة عملية توزيع الميراث. أول بيان عاجل من أخوه هشام سليم على دعوة تقسيم الميراث على بناته وزوجته. هاجم الإعلامي محمد الغذي بعض الدعاة الذين تناولوا بالسلب حياة الفنان هشام سليم بعد وفاته، وأضاف خلال تقديم برنامج تقدر مع الغذي المذاع على قناة الشمس: أنا كنت أعرف حكايات كتير عن هشام سليم، كان يصنع الخير في صمت وتابع. اللي ديان إنه بعض المشايخ طلعوا يتكلموا عن سيرة هشام سليم وهل هو في الجنة ولا في النار وانت مالك، ويقولوا هالبنت اللي تحولت لابنه ده حلال ولا حرام وهردفة. أي حد بدان يتكلم عن فنان مرفوض، انت مش وصي ولا رسول ولا مندوب ولا للهية ولا الإسلام، وما عندكش ساق تدخل فيه الفنان جنة ولا نار. وكشف المخرج أحمد مدحت عن علاقته بالفنان الراحل هشام سليم، وأكد أنه كان حساسا ولم يتاجر بالمرض يوما ما، وكتب عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك منشورا نصه: يوم وفاة والدة الفنانة فيدرا رحنا لها أنا وأيمن أخوي البيت عشان نعزيها، وكان هناك المنتج كريمة وزكري وزوجته السيدة هديل والمطربة أنشوكا والفنان حازم سميرة. وبعد كده جاء هشام سليم وكان لابس شورت لأنه كان جاي من الجيم. هشام بيهموش المظاهرة، هو جاي يعمل الواجب وخلاص، مش مهم بقى اللبس إيه. الغريب في الأمر أن فيدرا لاحظت أنه خاسس جدا فسألته فقالها ده ستايل جديد، لكن فيدرا ما اقتنعتش وشكت بعد إلحاح منها أكثر من مرة. وافق هشام على عمل تحليل ما هو مقدار ثروة صالح سليم وما هو نصيب هشام سليم وكيف سيتم توزيع الثروة. دعا الفنان حسام داغر للفنان الراحل هشام سليم في مكة خلال أداء مناسك العمرة، ونشر داغر صورة للفنان هشام سليم من هاتفه أمام الكعبة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق داغر على الصورة: اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. ورحل عن عالمنا الفنان الكبير هشام سليم يوم 22 سبتمبر الجاري عن عمره يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. الفنان الراحل من وليد 1958 وهو نجل النجم صالح سليم رئيس نادي الأهلي الأسبق والشقيق الأصغر لخالد سليم زوج الفنانة يسرى. وشكل خبر وفاة هشام سليم صدمة كبيرة لجمهوري ومحبيه. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: كيف سيتم معاملة نور هشام سليم في الميراث؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.